إن فصائل الجيش الحر كما الهيئة العليا للمفاوضات جادون في دعم عملية الانتقال السياسي وفي جعبتهم كل المسائل اللازمة لتحقيق هذا الانتقال بشكل فاعل. نحن هنا لنجبر النظام وحلفائه على الدخول الجاد في عملية الانتقال السياسي، وهو الباب الوحيد لبناء سوريا المستقبل، سوريا الحرة لكل السوريين. وشكرا. شكرا أستاذ وائل. يعني الآن الحديث عن الوضع الميداني، أدع الكلمة لأخي العزيز العقيد زياد الحريري ليتحدث بذلك. تفضل. السلام عليكم. إن الأعمال القتالية التي يقوم بها الجيش الحر على كامل الأراضي السورية دفاعاً عن الذين يتعرضون للقصف والتهجير والظروف الإنسانية القاسية، ففي محافظة درعا انطلقت معركة الموت ولا المذلة، والتي تقدمت بها فصائل الجيش الحر على حي المنشية بعد أن حاول النظام شن هجومه على منطقة الجمرك القديم، واستطاعت قوات الجيش الحر السيطرة على 70% من الحي كما هو ظاهر في الخريطة. في منطقة القلمون الشرقي وشرق السويداء البادية السورية استطاع الجيش الحر طرد تنظيم داعش الإرهابي من مساحات شاسعة تزيد عن 2000 كيلومتر مربع، واليوم استطاع الجيش الحر السيطرة على منطقة بئر القصب معقل داعش الرئيسي في المنطقة، وتستمر الاشتباكات في جبهة شرق دمشق حيث تدور معارك كر وفر بين الجيش الحر وقوات النظام التي تحاول اقتحام جبهات الغوطة الشرقية وحصار حي القابون الدمشقي تمهيدا لتهجيره. في ريف حماة الشمالي تقوم فصائل الجيش الحر هناك بأعمال بطولية وتحقق انتصارات كبيرة على ميليشيات الأسد والميليشيات الطائفية الداعمة له، بالرغم من القصف اليومي الذي تقوم به الطائرات الروسية بالمواد المحرمة دوليا. شكرا. شكرا عقيد زياد. الآن الحديث عن موضوع الحرس الثوري الإيراني والتواجد الإيراني والميليشيات الطائفية التي جاءت بها إيران إلى المنطقة. الأخ العزيز العقيد الركن فاتح السون، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. منذ بداية الثورة السورية المباركة قدم إلى سوريا عشرات الآلاف من مقاتلي الحرس الثوري الإيراني، وفيلق القدس والميليشيات الشيعية اللبنانية والعراقية والأفغانية والباكستانية، إضافة إلى مرتزقة من كافة أنحاء العالم. بعد خضوع هذه الميليشيات لدورات تدريب على القتال والأعمال الإرهابية في معسكرات خاصة في إيران تتجاوز 14 مركزاً، كما قامت قوات الحرس الثوري الإيراني بإنشاء أكثر من 20 مقر قيادة وسيطرة على الأراضي السورية، منها المقر الزجاجي، ثكنة زينب، مقر اليرموك، المقر الثالث للحرس الثوري، مركز العمليات العسكرية الإيرانية في الشمال السوري، مقر بلدة ماير، مركز قوات الحرس الثوري الإيراني في الشيخ نجار. الغاية من كل هذه المقرات وغيرها قيادة وإدارة عمليات أكثر من 60 ميليشيا شيعية طائفية، حيث بلغ في سوريا عدد مرتزقة هذه القوى والميليشيات قوات الحرس الثوري الإيراني من 8 إلى 10 آلاف، قوات الجيش الإيراني النظامي من 5 إلى 6 آلاف،
الميليشيات العراقية الشيعية حوالي 20,000، الميليشيات الأفغانية الشيعية فاطميون حوالي 10 إلى 15,000، الميليشيات الباكستانية الشيعية زينبيون من 5 إلى 7,000، وهذه الأرقام متبدلة وليست ثابتة. هذه القوات والميليشيات ارتكبت العديد من المجازر والانتهاكات وجرائم الحرب بمشاركة قوات النظام من أمن وجيش وشبيحة على مختلف الأراضي السورية. لقد بات من الواجب على المجتمع الدولي العمل على إصدار قرار خاص بشأن الحرس الثوري الإيراني والميليشيات الشيعية الطائفية وإضافتها إلى قوائم الإرهاب الصادرة عن مجلس الأمن. وأود أن أقول لمن تبقى حياً من هؤلاء المرتزقة الشيعة وبلغة يفهمونها: لقد انتصر دم الحسين عليه السلام على سيف قاتله، فوالله والله والله ستنتصر دماء الشعب السوري المظلوم على كل آلات قتلكم. شكرا. الآن راح نجاوب على كل الأسئلة، الأخوة راح يجاوبوا على آسف أعتذر من أخي العزيز العقيد أحمد، أنا يمكن كنت أريد أنه أتجاوز الوقت حتى ما نطول أكثر، لكن أنا مدين لك باعتذار. الأخ العقيد أحمد عثمان يتكلم عن درع الفرات وعملهم حقيقة المميز تجاه داعش، يعني لابد من إيضاح كما أسلفت من الذي يحارب داعش في سوريا، من هم ضحية داعش في سوريا، ومن المستفيد، من المستفيد من أجندة داعش في سوريا. تفضل. السلام عليكم. بعد سيطرة داعش على كامل ريفي حلب الشمالي والشرقي تقريبا ووصولهم إلى منطقة إعزاز، تم القيام بعمل عسكري من قبل فصائل الجيش السوري الحر وبدعم وتنسيق عالي من القوات التركية الصديقة من تحرير مساحات كبيرة تقدر ب 2075 كيلومتر مربع، ووصول هذه القوات إلى مدينة الباب الاستراتيجية التي تم تحريرها والتي تبعد حوالي 22 كيلومتر عن الحدود التركية. هذه النجاحات التي تحققت بعد أن قدمت عمليات درع الفرات العشرات من الشهداء وتصدوا للعديد من المفخخات والألغام التي تم زراعتها بشكل منظم في مداخل ومخارج المدن والبلدات التي كانت تحت سيطرتها. وبالتوازي قام تنظيم داعش بالانسحاب من مساحات كبيرة وواسعة جنوب مدينة الباب ليتم تسليمها إلى قوات النظام بدون أي معارك ولا حتى مفخخة من عشرات المفخخات التي كانت ترسلها داعش للجيش السوري الحر وعمليات درع الفرات، وكل ذلك تمهيدا لقطع الطريق لفصائل الجيش السوري الحر لعدم وصولهم إلى منبج لتحريرها من قوات سوريا الديمقراطية التي طبعا تقوم أيضا بدورها بالسيطرة على القرى العربية والتركمانية وأيضا القرى الكردية التي لا تناسب توجهاتهم وطرد أهلها منهم، بل وإجبار الشبان بالانخراط ضمن صفوفها لمحاربة الجيش السوري الحر. ونتيجة لهذه العمليات الناجحة لفصائل الجيش السوري الحر في الشمال السوري أصبحت منطقة الشمال منطقة آمنة بعد عودة السكان إلى منازلهم وقراهم، واليوم تستقبل أهلنا من حي الوعر الذي تم إخراجهم من منازلهم في عملية تهجير القسري والتغيير الديمغرافي الذي يمارسه النظام. لأجل ذلك لا نقبل لهذه السلطة ورموز هذه السلطة
في أي مرحلة من المراحل بأن يكون لهم أي دور، ونحن نطالب بمحاكمتهم وتحويلهم إلى الجنايات الدولية. والسلام عليكم. شكرا لك أخي العزيز عقيد أحمد. نريد يعني أن نفتح المجال للأسئلة، لكن أرجو سنأخذ كل الأسئلة، لكن أرجو أن يكون سؤال واحد ليس أكثر لكل طرف. لذلك نبدأ من ممكن بس تعرفون على حالكم والجهة اللي تمثلون. ماهر أقرع، شبكة الاتحاد بريس. سؤال لسيادة العقيد فاتح حسون حول المعارك التي تدور على كافة الجبهات في دمشق في حماة. هل هي معارك تحرير لإسقاط نظام الأسد في دمشق، أم هي فقط للضغط على المسار السياسي في جنيف؟ شكرا لك. لقد اتخذت الفصائل العسكرية خيارها بأن يكون إسقاط هذا النظام هو ضمن العملية السياسية، ولكن هذا النظام حقيقة لا يفهم إلا بلغة القوة والعسكرة، وباتت الأعمال العسكرية كلها مساندة للعملية السياسية لإجبار وإرغام هذا النظام على الانتقال السياسي. وبالتالي كافة الأعمال العسكرية التي حدثت في دمشق وفي أرياف حماة وسوف تحدث في أماكن أخرى بإذن الله هي للضغط العسكري على هذا النظام لكي يرضخ إلى العملية السياسية التي نرى فيها تحقيقاً لآمال شعبنا في التخلص من هذا المجرم وزبانيته. يعني إذا تسمحوا لي أوضح نقطة، نحن موجودين في جنيف هون في على الأرض، يعني أحداث وأحداث نتمنى يكون فيها يعني خلاص الشعب السوري، لكن لا نحمل أسلوب النظام، لا يمكن أن نستغل ما يحدث على الأرض حتى نسجل نقاط هنا، لا، ما يحدث على الأرض هو لكرامة السوريين ولحفظ كرامة السوريين وأرواح السوريين. عملنا هنا العمل السياسي ليس مربوط بما يحدث على الأرض، ولا نستغل أسلوب النظام الذي يصعد قبل كل جولة مفاوضات. لسنا هنا لتسجيل نقاط، نحن هنا لإنهاء المعاناة على الشعب السوري. عامر لافي، قناة الجزيرة. لن أقف حتى لا أزعج زملاء المصورين. يعني العالم، دول العالم وحتى وسائل الإعلام العالمية عندما يتحدثوا عن الإرهاب في سوريا دائما ما يتحدثوا عن داعش والقاعدة. أنتم الآن عرضتم علينا بالقوائم وبالأسماء وبأماكن تمركز أكثر من 60 فصيل يدعم النظام وهم ليسوا سوريين. هذه المعلومات الموجودة بحوزتكم، وأنتم الآن في جنيف بجانب الأمم المتحدة، هل قدمتوها للمسؤولين الدوليين؟ هل قدمتوها لأصدقائكم؟ وماذا كان ردهم؟ الآن يعني أحد الأخوة راح يجاوب على سؤالك، لكن أريد أن أذكر أنه 3 من الموجودين هم أعضاء في الوفد المفاوض. ممكن يعني العقيد زياد يجاوب على هذا. السلام عليكم. طبعا بالنسبة لمقاتلة داعش تم عرضه على الأمم المتحدة، ونحن بالأساس الجيش الحر يقاتل داعش من قبل النظام، والدليل على ذلك ارتباط النظام بهذه الخلايا والعصابات الإرهابية في الأعمال القتالية التي يقوم بها الجيش الحر على كامل الأراضي السورية. عندما يضطر النظام للانسحاب من أي منطقة ويعرف أنه خاسر في هذه المنطقة، فإنه يحرك الخلايا الإرهابية وهو مرتبط ارتباط وثيق مع داعش.
دليل على ذلك المعركة التي حصلت في المنشية، معركة الموت المذلة في الجنوب السوري، بعد أن حقق الثوار التقدم 70% من حي المنشية، فإن خلايا داعش تحركت في المنطقة الغربية من درعا، وقد تم تقديم وثائق رسمية لمجلس الأمن حول ذلك. سؤال، تفضل. محمد مستوى الأناضول بيسأل عن موضوع معارك درعا، معارك البادية، يعني هذه المعارك ما الهدف منها وإلى أين تودون أن تصل؟ طبعا معارك درعا بالنسبة لمعارك البادية، طبعا الموجودة حاليا بالبادية السورية وبئر القصب، كان الغرض منها هو فك الحصار تقريبا على منطقة الغوطة الشرقية، وخاصة هي تقع على أعتاب الغوطة الشرقية، وهذه المنطقة موجود فيها داعش منذ فترة طويلة، والنظام لا يبعد عن داعش في هذه المنطقة 500 متر أو 1 كيلو متر، ولم يتعرض لها منذ أكثر من سنتين. اليوم قامت فصائل الجيش الحر بتطهير هذه المنطقة وفسح المجال أمام حركة الجيش الحر باتجاه الغوطة الشرقية من أجل فك الحصار. زينار شنو، شبكة رداء الإعلامية. بدي أسأل العقيد أحمد عثمان عن وجود القوات النخبة اللي بدورهم متعاونين مع قوات سوريا الديمقراطية، هم كان زملائكم بالقبل أحمد جربة وقوات النخبة تابعة لهم، هل لكم أي تنسيق معهم لمحاربة أو بذاك الجبهة الشمالية؟ شكرا. أخي الكريم، يعني لا يوجد أي تنسيق بيننا وبينهم، وطبعا قوات النخبة التي تذكرها لا نعلم بها نحن، تشكلت حديثا وهي ليست يعني لم تحارب داعش سابقا، وليست لها تجارب بمحاربة الإرهاب، ولكن وجدت لغايات سياسية، ونحن طبعا ليست لنا أي صلة بهم ولا نعلم عنهم. نجاوب على كل الأسئلة إن شاء الله. لكن ميشيل أبو نجم، مدير مكتب الشرق الأوسط بباريس. في تشويش كبير بخصوص المعارك في شمال سوريا، وتحديدا في موضوع الباب والرقة والطبقة وخلافه، وهناك تصريحات من الجانب التركي تقول بالرغبة بالمشاركة. لا نعلم حقيقة ما هو دور الجيش السوري الحر في هذه المعارك، ولا نعلم ماذا كان سيدخل إلى منبج أو لا يدخل إلى منبج، ولا نعلم إذا كان سيكون له دور فيما بعد تحرير الرقة وفي إدارة هذه المنطقة. أنا أشكر العقيد أحمد على جوابه سلفا. بالتأكيد قوات جيش السوري الحر، وبعد أن حررت مناطق واسعة وأيضا في منطقة الباب، لم تتوقف عن المعارك في هذه المنطقة في قرى منبج. فحتى الآن يوميا هناك معارك، بالأمس تم تصدي لدخول قوات سوريا الديمقراطية إلى أحد القرى وتم طردهم وبعد قتل العديد منهم، أي أن يوميا هناك معارك، ونحن كقوات الجيش السوري الحر سوف نقاتل حتى تحرير منبج من كافة القوات طبعا المتماثلة بقوات ما يسمى بسوريا الديمقراطية، ونتابع إلى تحرير الرقة إن شاء الله. فنحن دورنا بتحرير كامل الأراضي السورية وليست بمنطقة محددة. فدرع الفرات تشكلت في الشمال، ولكن نحن كقوات سورية قوات جيش السوري الحر طبعا هدفنا تحرير كامل الأراضي السورية من قوات سورية الديمقراطية وقوات تنظيم داعش. Go ahead, it's okay. Andrew Simmons, Al Jazeera English. Could I ask, I'm not sure who to put this to actually, but it's a little closer, I'm terrible with microphones, apologies. Andrew Simmons from Al Jazeera English. I'm not quite sure who to put this question to, but
but it does appear evident now that there is going to be another military phase in this conflict and not a diplomatic one from both quarters, because there's no common ground. So I want to put this question. Is Astana dead in terms of trying to get a ceasefire back together? And what is the status of Geneva right now? What is the point in being here? See, they miss, I believe, my colleague, they miss the translation here. The Arabic. Okay. You see, we're here in Geneva. I'll answer it in Arabic. So you will get the translation. يعني موجودين السؤال الموضوع Can you repeat your question so they can you repeat your question كررت so they السؤال get the حتى يحصل please الوفد على الترجمة للسؤال okay. I don't want to answer on their behalf because you know they're the لا one who لا أود أن أجيب بالنيابة عنهم لأنهم We hear that this conflict is going through perhaps an even more intense الآن الصراع دخل في مرحلة عسكرية أكثر دراسة ومجددا اقتتال عنيف فإذا ما هو وضع اتفاق أستانا واتفاق وقف إطلاق النار الذي تم الوصول إليه هنالك وإضافة إلى هذا ما هو أيضا وضع جنيف ككل ما هي الفكرة من وجود هنا إذا لم تجدوا إذا لا يمكن للطرفين أن يجدوا أرضية مشتركة طبعا مناخ العملية السياسية الذي يجب أن يكون متزامن مع انطلاق جولات التفاوض هو الوقف الحقيقي لإطلاق النار وقف جاد لإطلاق النار وإنهاء المعاناة الإنسانية بالمواد الثلاثة التي يتضمنها القرار الدولي قرار الأممي 2254 الذي هو أجندة جنيف لكن مع إخفاق كل المحاولات التي تمت في أنقرة والتي تمت في أستانا واحد وأستانا اثنان وعدم ترجمة أي ضمانات أو التزامات على الأرض والاستمرار بالتهجير القسري والذي هو يعد جريمة دولة جريمة إرهابية والاستمرار باقتحام المناطق والخروقات الكثيرة رفضت الفصائل الذهاب مجددا إلى أستانا ثلاثة بعدم وجود أي ضمانات ولابد أن يتحمل المجتمع الدولي والأمم المتحدة تحقيق المناخ الملائم للسير بالعملية السياسية هذا الملف ملف وقف إطلاق النار هو ملف ضروري جدا لسير العملية السياسية وينبغي على الأمم المتحدة وعلى مجلس الأمن وعلى المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته في الضغط لتنفيذ جاد ومسؤول لوقف إطلاق النار في سوريا لا أن تكون أستانا هي المكان الذي نرحل إليه جميع الملفات المعقدة التي لا نستطيع تحمل مسؤولياتها شادي شليلة سكاي نيوز عربية في سؤال لو سمحت عن الميليشيات التي تحدثتم عنها إيرانية ولبنانية وغيرها من ميليشيات هل صحيح أن هناك مقايضة في هذا الموضوع بين هذه الميليشيات أو خروج هذه الميليشيات ومحاربة النصرة بشكل واضح هل هذا الموضوع صحيح في أستانا أم لا بداية الموجودون في الأستانة من الطرف الآخر باستثناء الأشقاء الأتراك والأردنيين
لا يرون بأن هذه الميليشيات هي قمة الإرهاب، وحقيقة هم يحاولون إعطائها شيء من الشرعية الكاذبة طبعا بأنها مستدعى من قبل دولة فاقدة للشرعية، وبالتالي هم بالأساس لا يمكن أن يطرحون مثل هذا الطرح لأنهم يعتبرونها قوى مؤازرة للنظام. لم يحدث ذلك في الأستانة، ونحن نقول بكل صراحة لا حل إلا بخروج كافة الميليشيات والقوى غير السورية من الأراضي السورية. باسم دباغ العربي الجديد. أود أن أسأل العقيد أحمد عثمان، هناك حديث عن وجود قاعدة عسكرية تركية بقرب من الباب في منطقة تل الشيخ عقيل، وبالنسبة للدكتور العقيد زياد حريري، بس سؤال أخير، ما هو الذي يعيق الجيش الحر في القضاء على داعش في درعا؟ زياد ولا أحمد؟ واحد. طبعا كما تعلم بأن القوات التركية تشارك معنا في عملية درع الفرات، وأيضا يعني هذا لا ينفي يعني أن يكون لهم تواجد على الأرض، فأين يكونون؟ طبيعي جدا أن يكون لهم مكان تواجد للدعم اللوجستي والدعم العسكري، فهذا متواجد في شمال الباب وليست قاعدة كبقية القواعد التي طبعا كقاعدة إن كانت روسية أو أمريكية وغيرها، هي ليست قاعدة ولكن هي مكان تموضع القوات التركية للدعم وتقديم الدعم اللوجستي والعسكري لفصائل درع الفرات. يعني نكتفي بهذا القدر من الأسئلة، شاكرين لكم وشاكرين للزملاء اللي وضحوا هذه النقاط. نتمنى أن تكون جنيف هي محطة حل، لكن نعتقد أن جنيف هي تمهيد لحل، إنما الحل هو بيد دول نتمنى أن تأخذ يعني دورها وتتحمل مسؤولياتها لرفع المعاناة عن الشعب السوري. شكرا لكم جميعا.